ما أشبه البارحة بما قبل البارحة، فمن فرح لاستشهاد سيد المجاهدين في هذا العصر لدى إبراهيم يحيى السنوار رحمة الله عليه، هم أحفاد من فرح لاستشهاد سيد أهل الجنة سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب الخلق إليه. بعد 1400 من السنين لم يتغير شيء، تغيرت بعض الأدوار، فمن قتل حمزة هم قريش، أهله وقبيلته وأبناء عمومته، أما من يمثلون أحفاد قريش اليوم فهم في رام الله في الضفة، وعلى رأسهم أكبر خائن لهذه القضية اليوم، وهو أما أحفاد بنو قريظة فقد استعلوا في الأرض وأصبحوا هم من يقتلون ويعذبون ويبيدون في أصحاب الحق وفي أحفاد وحاملي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في ذلك الوقت. أما أحفاد عبد الله بن سلول وجمعه المنافقون فهم يرقصون ويفرحون كما فرح المرجفون في غزوة أحد. سبحان الله، هناك من اختار أن يكون حفيدا لهؤلاء، وهناك من اختار أن يكون حفيدا للنبي وأصحابه. فربح البيع أبا إبراهيم، ربح البيع أبا إبراهيم، ربح البيع أبا إبراهيم، فقد انتقلت إلى جوار ربك بطريقة لو كتبها أعظم السيناريستات في هوليود لما استطاع أن يكتبها بهذه الطريقة. فقد أخرجوا لنا في أفلامهم رومبو الذي يخيط نفسه، ورومبو الذي يحارب جيشا كاملا، ففعلتها لهم أنت في أرض الواقع، وصوروها وعرضوها على أنها مهانة لك، فأصبحت تكتب الأساطير عنك، وقد كنت ملثما لا تريد منها رياء، كما فعلها بالضبط عبد الله بن المبارك في إحدى الغزوات في طرطوس، حينما خرج أمام جيوش العدو وطلب المبارزة وهو ملثم، وقضى على الأول والثاني والثالث، فانكشف عنه لثامه، فقال أحدهم: إنك والله عبد الله بن المبارك. فقال له: ألا سترت عنا يا هذا؟ قبل أشهر عندما بدأ الطوفان، قال أبو عبيدة تلك الأبيات لعبد الله بن المبارك: أيا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أيا أبا إبراهيم، سلام عليك يوم ولدت، ويوم ترعرعت، ويوم كبرت، ويوم لقيت، سلام عليك عندما ناضلت وعندما سجنت، سلام عليك يوم قدت إلى طوفان لن يصل إلى البر إلا إذا صلينا في القدس، سلام عليك يوم حاربت ويوم جاهدت ويوم أطلقت ما أطلقت، وسلام عليك يوم مت، وسلام عليك يوم تبعث حيا. يا يحيى، لقد تركت شعلة لن تنطفئ إلا إذا صلى المؤمنون، وأقول المؤمنون وليس المرجفون، في مصر النبي عليه الصلاة والسلام. أيا يحيى، لقد دعوت دعوة واستجاب لك ربنا استجابة لم تكن لتكتب على يد أحسن الكتاب. يا يحيى، سلام عليك ورحمة، رحمة على والديك، فقد وضعوا لنا في طريقنا رجلا كتب بدمائه تاريخا كما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. أما أنتم وأنا منكم يا 450 مليونا ممن تدعون أنكم على نهجي هذا الرجل ومن قبله، لا تبكوا على يحيى أبا إبراهيم السنوار، بل فلنبكي على أنفسنا، فأهل غزة بين شهيد أو منتصر، أما نحن فوالله لنخاف على أنفسنا، لنكون من إحدى الطائفتين اللتين همتا أن يدخلوا في حلف ابن سلول ويترك النبي عليه الصلاة والسلام في أشد مواطئ العسرة،
وقد تركنا أهل غزة في أشد مواطئ العسرة. لا تأتي وتقول لي لم نستطع أن نفعل شيئا فحكامنا عملاء. فوالله 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 لن ينصر أهل غزة إلا بالشعوب. فنحن نعلم أن حكامنا عملاء، ونعلم أن من يسمي أنفسهم دعاتنا مجرد خانعين، ونعلم أن من يحكمنا مجرد متواطئ. فوالله لن تقوم لنا قائمة إلا إذ نهضنا كلنا، فكفانا دعاء دعونا ربنا أن يكون لنا مثل صلاح الدين. عندما أتى لنا ربنا بصلاح الدين تركناه وحيدا، وتركنا أهله يبادون ونحن نتفرج، بل فينا من يرقص، بل فينا من يغني، وفينا من يتشفى. ألا لعنة الله على الظالمين. وإن كانت لي دعوة فقد وصل الوقت أن تخرج الشعوب وأن تغطي الساحات، ليعلم ويرى من يرى أنها إذا انطلقت لنصرة غزة ستدوس كل من في طريقها. فبعد نهاية أبا يحيى بهذه الطريقة لا عتاب علينا، فكل ما يحصل بعدها هو ضدنا.